مساء الخير عليكم جميعا، واتمنى ان شاء الله في الايام اللي جايه دي كلكم كل واحد فيكم يحقق امنيته، وتبقى المسابقه دي انطلاقه ليكم كلكم على مستوى العالم العربي. طبعا اكيد هتشرفوا مصر في كل المجالات، كل واحد في مجاله، اللي حالفه الحظ هيبقى موجود، واللي حالفه برضه الحظ التاني هيكون اكثر انتشار واكثر قوه. فاحنا خلينا بدايه كده نتعرف على بعض. انا محمد ابو اليزيد، مستشار اعلامي ومذيع بالتلفزيون ورئيس مؤسسه الشعب العربي للاعلام. احنا النهارده هنتكلم عن الموضوع الاعلام، يعني احنا الاعلام، عشان كنت شايف ان عدد كتير جدا من المتسابقات اللي تقدموا للحدث عندهم قابليه للاعلام، منهم اللي بيمارس الاعلام، ومفيش حد اصلا اليومين دول ما بيمارسش الاعلام حتى لو ما كانش ليه في المجال الاعلامي خالص. يعني قصه في الاعلام، خلينا نسال سؤال كده ونقدر نتجاوب مع بعض فيه، ونقول حد يقدر يقول لي ايه هو الاعلام او يعرف لي الاعلام؟ اتفضل. عرفي نفسك الاول، استاذنك تعرفي نفسك الاول. اسمي فسانت حامد عدلي، عندي 24 سنه، لسه متخرجه السنه دي، وبرده هوست كويس يعني اعلاميه صغيره ما شاء الله. الاعلام هو وسيله بقدر انشر بيها معلومات او حاجات عايزه اوصلها للمشاهد بطريقه سلسه وبسيطه، طبعا بغض النظر عن نوع البرنامج ده، سواء كان ترفيهي سواء كان اجتماعي سواء كان توك شو. الاعلام هو وسيله بوصل بيها المعلومات والبيانات يعني بحسس يعني حاجه بتخلي اللي قاعد في البيت كانه عايش الواقع. تمام، اتفضل. بص، احنا مفهوم الاعلام، احنا بنتكلم عن اعلام يبقى فيه، مش بنقول اقسام الاعلام. يعني ايه مفهوم الاعلام؟ يعني انا الاعلام بيمثل لي ايه؟ الاعلام دوره ايه؟ الهدف منه ايه؟ تفرق كتير جدا ان انا اقول منظومه الاعلام، زي احنا بنقول دايما كده بنعرفه ان هو وسيله انتقاليه تعبر عن حدث وإطراء ليه. في فرق بين الخبر اللي أنا بقوله في الإعلام، وفي فرق بين الجملة اللي أنا ممكن أطلقها في الإعلام. خبر يعني يتضمن مجموعة من الأخبار أو مجموعة من الاهتمامات لدى أشخاص تانية، يعني أنا بقول خبر الناس بتتفاعل معاه، فده بيديك مفهوم أكبر وأعم وأشمل للتأثير على الإعلام. بمعنى إيه تأثير على الإعلام؟ أصل الإعلام يعني إيه إعلام؟ أنا بنقول كل واحد فينا بيحدد نوع الإعلام وقسم الإعلام وخبر الإعلام ومفهوم الإعلام، بس ده لما تيجي تدرسيه. لكن أنا لما أجي أشوف أي متلقي في الخارج أقول له إيه هو الإعلام، هيقول لي ده وسيلة أنا بشوف منها حدث. كل واحد هيقول رأيه بما يتراءى لي، أو بالحاجة المضمونة جواه، أو الحاجة اللي هو مقتنع بيها. لكن هو الإعلام هو وسيلة للتعبير عن آراء، وسيلة لأخذ حقوق، وممكن ناس تانية تطلق عليه تقول إن الإعلام هو محامي الفقراء بلا أتعاب، أخذ الحقوق والواجبات. عشان أجي أنا أقول بقى الحقوق والواجبات فرقها، هتلاقي نفسك أنت دخلت في دايرة كبيرة جدا وبعيدة جدا عن اللي أنا بتمناه أو اللي أنا أعرفه. لكن أنا مفهوم الإعلام الشامل، مفهوم الإعلام بيتلخص في ثلاث حاجات. أول حاجة فيها اللي هي الحرفية، تاني حاجة المهنية، ثالث حاجة المصداقية. هي الحرفية دي حط تحتها زي ما أنت عايز. حيادية دي يعني انت لما تبقى انت مذيعه في التلفزيون ومعاكي ناس ضيوف، بالتالي ما تقدريش تفرضي عليك راي، تفرضي على حد فيهم راي، ده ممنوع، ده في المهني. اما الحرفي هو يقدر يخرج زي مطبات الهواء اللي احنا بنشوفها دي. في ناس بتشتغل، انا واحد من الناس بيشتغل، ما بيشتغلش انا مثلا بايلوت اللي هو تصوير خارجي وبعدين امنتج والكلام، عايز لايف على طول مباشر. لايف مباشر ممكن تتعرضي لحاجات كتير جدا، منها مشاكل بتطرأ عليك، ممكن حد يوقع لك البرنامج كمتصل ضيف يكون ريزل شوية، يقدر يدخلك في 100 حوار، متصل يقدر يدخلك في قصة تانية ما هوش مقتنع بيها، يدخلك يسألك سؤال، يغلط في ضيف موجود معاك. دي اسمها مطبات هوائية، تبقى خارجة عن إرادتك، لكن تقدر تتكيفي معاها إزاي؟ تقدر تفيد. فلازم يكون عنصر الإعلام كله أو المجموعة كلها المكتملة تكون كلها متناسقة مع بعضها، كلها إيديها في إيدين بعض. قبل انا ما اقول للانتر كنترول الموجود عندي او التيم ورك الموجود معايا في الكنترول المتلقي ده، وما يتصل او بدل ما اقول له اقفل الصوت عليه او افصل او كذا او كذا، هو بيبقى فاهم المطب ده جيله منين، يقدر يتخطاه ازاي. دي اسمها حاجات الحرفيه والمهنيه. المهنيه ان انا خريج اعلام، ده مهني شغلتي، بامتهن المهنه دي او بشتغل الشغله دي، او دي ده المصدر الدخل الخاص بيا، ده اسمها المهنه بتاعتي مهنية دي. اما بالنسبه بقى للمصداقيه، المصداقيه دي فيها حاجات كتير جدا تندرج تحت قصه ان انا الخبر انقله ازاي،
الخبر اطلعه لمين؟ مين اللي يستفاد بيه؟ مين اللي ممكن يبقى يتفاعل معاه في الخبر بتاعي؟ الخبر ده تاثيره على المتلقي ايه؟ فيدته ايه في صاحب المشكله؟ لو عندي مشكله اعرضها على مسؤول او مثلا وزير او اي جهه من الجهات اللي هي بتبقى فيها منشات حيويه هامه بتلقى الناس بتتفاعل معاها، ده اقدر اقول بقى امتى اقول الخبر، امتى اطلعه، امتى اقدر اقول انه تاثيره ايه، امتى استجابته ليه ايه. المهم صاحب الشكوى ما بيلزموش ان انا يعني افجر له قصه للتشهير بموضوع بتاعه، لا ما يلزموش القصه دي خالص، هو كل اللي عايزه عايز ان هو يحل مشكلته. انت بقى المهنيه تظهر هنا والحرفيه تظهر هنا. المهنيه تظهر ان انا ممكن باتصال تليفوني بدل ما انا اكبر الموضوع واحط سبوت على حد من المسؤولين يبقى مش مظبوط مش منضبط وتدخل في حوارات مش هتتحل قصته خالص، هيلاقي لها 100 مخرج ان هو موقف له الموضوع ده عشان ايه؟ عشان كذا. فدي تفرق معاك كتير جدا، اسمها المهنيه والحرفيه والمصداقيه، لكن الثلاثه يكونوا موجودين مع بعض. الاعلام ما هو الا انت ممكن تطلعي ليكي متابعين، ليكي ناس كويسه جدا في الخارج او ليكي مشاهدين، نسبه المشاهده بتاعتك عاليه تقدري تحشدي ناس كتير جدا، بمجرد خبر تقوليه يظهر الناس بتتفاعل معاه. ليه؟ لانهم جربوا عندك المصداقيه، جربوا عندك المهنيه، جربوا عندك فده تسبب التفاعل بقى ده موجود. فبدا ان هو يكون بدل ما نقول هو سلطه، لا هو مؤثر، مؤثر وتاثيره قوي جدا لما يكون ليه الدور اللي انا اقدر التزم بيه او الحرفيه اللي انا اقدر امشي بيها وامتهن بيها ستيب باي ستيب، خطوه بعد خطوه. ليه انا بقولها خطوه بعد خطوه؟ ليه؟ ان انا ببدا الاول خالص لو انا عندي موضوع عايز اعرضه. يعني فرق بين الخبر وفي فرق بين تحقيق. المشكله في ان اللي بيمتهن المهن، يعني مثلا نقول الاعلام بينقسم لثلاث اقسام عشان ما ادخلكوش في حوارات كتيره، يعني منها اعلام مرئي واعلام مقروء واعلام مسموع. الاعلام المرئي اقوى، ده بالنسبه لي مش عشان ابقى متحيز عشان انا مذيع، لا هو فعلا اقوى. ليه؟ انت مباشر مباشر، يعني انا بتكلم معاكي بادي لانجويج بتشتغل، لكن في نشط اخبار مش هخليها تشتغل، هبقى انا اطلع الصوت عارف جايبه منين وعارف رايح فين. لكن في محاضره ما ينفعش ان انا تاني قاعد كده، لكن في برنامج اقدر اقول، اقدر بالراحه مع الضيفه، اقدر ما تبقاش ايديا شغاله على طول، دي اسمها مهنيه. لكن انا بتكلم على قصه خبر، ايه اللي بيخلي الخبر مؤثر وغير مؤثر؟ خبر لو انا جيت قلت مثلا حد دخل من الباب وطلع عليه قط خربشه، ده متوقع. لكن لو انا جيت قلت انا مسكت واحد مسك قط من الشباك وجرميه، هتلاقينا كلنا تفاعلنا مع الموقف. لو انا عكست الخبر شويه، فرق بقى دلوقتي قدرت ايه؟ في عندي حاجه اسمها عنصر الاثاره والتشويق. إثارة إن أنا ممكن أفخم لك حدك شوية، تشويق أنا ما أديكيش كل الإجابات، أخليك تبقى إيه مستني معايا متابعة معايا. المذيع اللي هو المهني شوية والحرفي ما يطلعش كل الداتا اللي عنده كلها في بداية الحلقة، ما يطلعهاش كلها، لكن أقدر أديك ثلاثة أربع أخبار ورا بعضها وهنناقش كذا وكذا كذا. دايما بنترك الحاجة الكبيرة جدا القوية جدا في الآخر خالص. ليه؟ عشان أنت التاني تتابع معايا، بس بعرض عليك اللي عندي كله داتا. زي مثلا قصة المؤتمرات، ما المؤتمرات دي كلها إعلامية. المؤتمرات الإعلامية ما بخليش رئيس المؤتمر يبقى هو زي رئيس مثلا الجمهورية ما يجيش يتكلم في الأول، لا يمكن أي حال من الأحوال. الناس هتسمعه خلاص، إحنا جايين عشان الراجل ده، خلوا هنمشي هنسيبه. فبالتالي الترتيب بقى بيبقى موجود هنا، طلع أصغر واحد في اللي بعديه في اللي بعديه لحد ما يوصل للحدث، أنا رابطهم موجودين خلاص، مش هتحركوا من خلال. فده فرق بين مضمون الإعلام. نيجي لمفهوم الإعلام. يعني إيه مفهوم إعلام؟ يعني الاعلام ده انا ناس كتير جدا بتلجا له عشان حل مشاكل مش عشان اثاره مشاكل، لكن في الواقع ان الاخر في ناس بتثير المشاكل. انا واحد من الناس عايز اجامل حد معين، اثير له مشكله، اخبطه شويه. في ناس بتستغلها تاني تقول لك مثلا ايه، زي مثلا الفنانات والممثلات والاعلاميات ما الى ذلك اللي هم ايه نجوم المجتمع، تيجي تنزل خبر فيه اشاعه. انا عندي حاجه اسمها ايه اداره الاشاعه، لا الاشاعه بتؤدي الى الازمه. بعد ما تطلع الاشاعه الاول، دي المرحله الاولى، خش بعد كده في الازمه. الازمه انا اديرها ازاي بقى؟ ممكن الازمه دي توقعني او ممكن تسقطني او تخرجني. فبالتالي اداره الازمه بتيجي عقب الاشاعه. الاشاعه الاولانيه اللي هي اشاعه خبر، خبر مدسوس لافراد معينه لفئه معينه مرجو منه نتيجه معينه. انا بطلع الخبر اقول فنانه 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 انا شفتها ماشيه في الشارع، ولكن هي ما تكونش في الشارع خالص، ما يكونش لها وجود في المكان اللي احنا بنطلق الحدث عليه. لكن كل الاقوال خطا،
لها متابعين، لها مريدين، لها ناس بتهتم باخبارها تفاعلوا معاها. بعد كده يطلع اخر خالص، طب هي ليه ما بتكذبش الخبر من بدايته؟ عشان ايه؟ لا احنا اللي قاصدين ان هي ما تكذبش الخبر. ليه؟ عشان كله ياخد فيه. تيجي الاخر خالص بعد ما تلاقي الاخبار بتهبط شويه كده وتقل، لا تروح طالعه هي ايه مكذبه الخبر، تبدا العمليه تاني من جديد. فده اسمه عنصر الاساءه، الاشاعه. الدوله تنبهت ان في اشاعات كتير جدا ممكن تطلع، فعملت لها ايه؟ مركز اسمه مركز معلومات. انا ليه بلجا لمركز المعلومات؟ عشان اخد منه ايه؟ الخبر الصحيح والمصدر الصح والمعلومه الصحيحه. لكن انا ما بلجالوش الا لما يكون في مجموعه من متواتره من الاخبار الكاذبه اللي هي بتؤثر، خلتني ايه دماغي اشتغلت، الخبر ده صح ولا غلط، الخبر ده مضمونه ايه، ينفع ولا ما ينفعش، ما اشتغلتش عليه. لكن الجا بالاخر خالص عشان اتاكد من المعلومه. لكن هي الفكره الاشاعه وصلت، دي اسمها اداره ازمات، اداره الازمات بعد وقوع حدث نفسه. زي مثلا موضوع كورونا، اول ما قال ده دور برد كله خفيف كده، لما بدا الانتشار كتير جدا وكله بيتفاعل معاه وكله تاثيره قوي جدا على الاخرين، لا ده احنا لازم نعمل له اداره ازمات. فاداره الازمات تيجي بقى تشوف ايه الطريقه الصحيحه الخروج منه، ايه الوضع الصح، ايه نقدر نتحايل على الاجراءات ازاي. كل الحاجات دي كلها موجوده. لكن يبقى السؤال المهم جدا، ليه الدوله بتثق في بعض الاعلاميين؟ نقول لك بقى ليه الاعلاميين، ليه بتستخدمهم عشان تأثر على المتلقين او المتابعين او الناس المشاهدين او ما الى ذلك. يعني لان الاعلامي الدوله ارتضته ان هو يغير افكار كتير جدا. ليه يغير افكار؟ انا عندي افكار خاطئه، عندي معلومه مش صحيحه، عندي بيان مش متزعزع فيه شويه، لكن الدوله لها توجه. اوعى تعتقد ان الدوله ماشيه كده كده حسب الحدث ما يجي، لا لا، في ناس كتير جدا بتبقى مش، ما تعتقديش ان رئيس الجمهوريه هو اللي بيدير البلاد، لا، في مجلس اسمه مجلس الرئاسي، المجلس الرئاسي بيجي يعرض الموضوع ونقعد نتناقش في ترابيزه اجتماعات كبيره جدا مع ناس متخصصه، ناس مسؤوله ممكن ما حدش يعرف عنها حاجه خالص، ويكونوا متواجدين. يجي ويقول له لا الموضوع ده هتتكلم فيه، الموضوع ده مش هتتكلم فيه، الموضوع ده هو اللي هيثار، الموضوع ده هو اللي هيتم متابعته. زي وزاره التخطيط ما بتعمل، ما احنا عندنا وزاره اسمها وزاره التخطيط، لكن وزاره التخطيط ده حد يعرف عنها حاجه؟ تسمع عن وزاره التخطيط، وممكن في كتير جدا ما يسمعش عنها. وزاره التخطيط دي دورها ان هي تبص على 20 30 سنه 20 30 اللي جايه، انا عايز اعمل مدينه فين حته؟ عايز اعمل ايه تغيير للكوبري مش عارف فين حته عشان منطقه كذا، دي اسمها وزاره التخطيط. وزاره التخطيط دي المستقبلي، عندها رؤيه مستقبليه. فبالتالي يعني نقول ان الدوله مش ماشيه مظبوط، لا احنا بنفكر نقول ما جاتش على السنه اللي احنا موجودين فيها وجات تهدلنا المنطقه اللي احنا فيها وتغيرها، لا ده الترتيبات دي بقى لها سنين السنين، بس لها وقت نقدر نمشي فيه امتى؟ نقدر خطه وموازنه امتى؟ نقدر نقولها امتى؟ فده كله ده يندرج تحت مفهوم اعلام. طب الاعلام ده لو ظهر للناس كلها والناس كلها عرفت الحقيقه خلاص هنتكيف مع الوضع، لكن بنسيب الناس تخبط مع بعضها عشان الاخر خالص نيجي نقول له لا ستوب هنا بقى انت في معلومه، يبقى انا استفدت منها واستفدت من الشائعه، استفدت من المعلومه، استفدت من تصحيحها. لكن احنا المصدر الاساسي كله نقول ده اعلام. الاعلام المقروء يعني ايه؟ بدا يقل. زي الجرايد مثلا، الجرايد من سنه 2006 بدانا نقول ان في اندثار، من 14 سنه ما 16 سنه ما الى ذلك يعني. هنقول ان ايه بدا في اول ما بدات عصر التكنولوجيا اللي يظهر قوي جدا والنت يسحب ناس كتير جدا معاه، بدا الاجتماع اللي هم على مستوى العرب بيقولوا ان احنا لازم نقعد ونشوف ايه المؤسسات اللي ممكن تقفل، لان في مؤسسات هبطت، في جرايد قفلت، في منشات اعلاميه خلاص افلست وغيرت اتجاهاتها خالص من كل الشغل كله بتاعها. ليه؟ عنده رؤيه مستقبليه. دايما الغربي بيبص لقدام، عنده تطور. لكن احنا مشكلتنا في بعض العرب اللي موجودين ان احنا مجرد ما نقع الحدث نشوف الحفره دي نبقى نصلحها، لكن هي كانت قدامنا نقدر نفكر فيها، نقدر نتحرك منها ازاي. فدي افكار كلها بتخش تحت الاعلام اللي احنا بنقول عليه باقسامه. الاعلام المرئي ده له تاثير قوي جدا جدا، ممكن تشوف مذيع يبقى قاعد على الشاشه انت قدامك انت مش طايقاه، لكن هو بيتكلم في موضوع شيق عايز تسمع منه خلاص. وفي واحد تاني مش متناسق الالوان مع بعض، بيتكلم شويه شمال شويه يمين شويه، زي احنا ما بنعمل كده، بيتكلم شويه شويه كده، يعني نوازن بين الامور وبعضها. فكره ايه بقى؟ ان انا مين اللي يشدني ومين اللي ياثر بيا ومين اللي يخليني ان انا ما اكملهوش واصدق الكلام اللي بيقوله مثلا. يعني هو ده بقى الفكر اللي احنا بنقول عليه ان هو ترتيب الحدث.
ليه بنقول الإعلامي؟ بيبقى فيه معد ومقدم برنامج، في تاني نقول فريق الإعداد، لو أنت بتشوفها كده في الآخر على التتر الأخير خالص نقول فريق الإعداد. فريق الإعداد ده مبتكر، بيبتكر لي موضوعات هتكلم فيها، لكن إعداد وتقديم الفلان الفلان ده هو بقى هنبقى عارفين بقى نشوف إيه ده هيبقى مميز عن الآخرين إزاي، إيه اللي هيميزه عن فريق خمسة ستة من الإعداد بيدور على كل المواقع يقرأ جرايد يشوف الحدث إيه عشان ما يبقاش فيه حاجة أرشيفية. لأن الحاجة وأنت دخلت في قسم الأرشيفي يعني أنت اللي بتكلمي فيه كل مستهلك، ما حدش هيبقى متابعك. لكن مجرد ما تطلع على منوت على الشاشة موجودة تلاقي كله بينتظر البرنامج أو وقته أو كذا عشان يتفاعل معاه. ده اسمه برنامج خدمي. خدمي يعني أنا خدمت اللي قدامي، خليته بس طوعته. طوعته يعني إيه؟ خليته بقى طوعي، يعني بقى يسمع كلامي أقدر أوجهه. البرنامج الخدمي فرق بينه وبين البرنامج السياسي. السياسي بيخدم فئة سياسية، كلنا ما بنحبش السياسة. بس نحب نعرف تطوراتها إيه ووصلت لحد فين وراحت فين وجت منين. الخدمي أنا تعشائي قصة إن حد بيحل حد مشكلته إنسانية بيتفاعل معاه، أنت هتتفاعلي معاه. الآها تروح لأبعد آها في الأرض، يعني أنت الودن كما بتسمع بتنفعلي معاه. عشان كنا نقول إن هو البرامج الإنسانية تأثيرها قوي جدا جدا. ده مضمون عن الإعلام عشان طولت عليكم كتير بس دخلتكم في حوارات كتيرة. لكن إيه الفكر؟ إن أنت تبقى عندك فكر الخبر ده أصدقه ولا ما أصدقوش، أتفاعل معاه ولا ما أتفاعلش. يعني مثلا يجي يقول ملكات جمال العرب، ملكات جمال العرب إيه بيشاركوا في أكبر حدث كبير جدا كله هتلاقي بص فيه وعلى أرض مصرية، أرض مصرية أنا عايز أعرف الخبر فين راح فين. ده اسمه صناعة الإعلام، إن أنا أطلع له مانشيت كويس جدا قوي جدا أقدر إن أخليه يأثر مع مين، أقدر مين اللي يتفاعل معاه، أقدر مين اللي ممكن يبقى يجذب انتباهه، حاجات كتير جدا. ده اسمها صناعة الإعلام. فالفرق بين الإعلام بقى المرئي والمسموع ده إحنا عرفناها، وطبعا أنا سعدت جدا جدا بوجودي معاكم النهارده، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق بقى في المسابقة كبيرة.